جاهزين؟ جاهزين. يلا على اسباير. يلا انا ادخل السكوتر جوا. وانا راح ادخله براسي. سنة سنة سنة. ابعدوا. هاي وتابعني. اليوم بنحييكم من اصباير زون في الدوحة، اجمل مكان تقضي فيه العيلة عطلة نهاية الاسبوع. تفضلوا معنا. من اهم معالمها حديقة اصباير اللي احنا الان موجودين فيها. فيها مول حياة بلازا، فيها مول للاطفال اسمه كيدزينيا، فيها مول جميل جدا اسمه فيلاجيو، فيها قبة حمد للالعاب الرياضية، فيها استاد خليفة الدولي، وفيها برج اصباير، وفيها اشهر مستشفى للطب الرياضي في الشرق الاوسط سبيتار. هذه الحديقه صممت بشكل اساسي لممارسه الرياضه. فيها انواع نادره من الشجر جايبينها من كل انحاء العالم، زي الشجره اللي قدامكم. هذه شجره خيط الحرير مستورده من الارجنتين، بالصيف بيكون عليها ازهار زهريه جميله جدا. بديش اصدمك، بس هذا اللي قدامك سطل زباله. زي ما انتم شايفين الكل جاي يتسلى وينبسط، والكل جاب الكراسي والسجاد ودلات الشاي والقهوة. هذا المسار مصمم للركض او المشي او الهرولة او ركوب الدراجات او السكوتر. طوله 1600 متر. 1 2 3. فكركم مين بفوز، يوسف ولا هلا؟ طلع قدامك. طبعا لا يمكن تيجي على اصباير الا يكون معك رغيفين خبز. هسه بورجيك ليش. بحيرة اصباير. في هواء في هواء. قتلوا بعض، نبحوا بعض. طول بالك يا حجة. مش عارف، ما تقريبا ما دفعتش الاجار هذا الشهر. ايش فيه؟ هربت هربت هربت. في كمان حمام وعصافير هناك. ظهر انه البط الابيض عصبي اكثر من الاسود. ليش خايفة؟ ضاع الولد. تفضلوا جير طلع. غداكم عندنا اليوم. شايف هذيك الشلالات في بعدها النص الثاني من البحيرة. في مناطق للعب الأطفال حلوة برضه. الآن بنخوض تحدي المرور من تحت الشلال، الله يستر. الحق الحق نبلينا. الحمد لله وصلنا. واندرفل. ايوه وهايدرفل. واندرفل. وين ما تروح مقاهي، كوفي شوبات، مطاعم، عربي اجنبي، شو ما بدك. تعال اوريكم على النص الثاني من البحيره. هون في فوق البط سمك،
وفي قوارب بأجلوها أجار، وفي نافورة في نص البحيرة. برضو في هاي البحيرة في أسماك اسمها أسماك الكوي، جايبينها من اليابان والصين. هاي حاطين طوق النجاة إذا حدا بضيع. وهاي هون بدك تمشي في البحر، شايفين النافورة هذه وسط البحيرة. من هون بيستأجروا القوارب، وإذا بدك تدخل جوا هاي الحلقة بتضل تلف فيها. هلا أحد الأسعار، القارب اللي زي البطة هذا اللي عاملينه زي البسكليت 50 ريال لعشرين دقيقة من خمسة أربعة أشخاص، والكاياك اللي هو مع الأشياء 30 ريال 20 دقيقة. أما هذيك الدائرة اللي جواتها الناس 20 ريال لعشر دقائق لكل شخص، ممنوع اللي طوله أقل من 8 سنتي، يعني عمره أقل من 7. جينا اللعب الأولاد، طلعت هاي المساحة للكبار بس. شفتوا بالله؟ هذا اللي وراي اسمه مول كيدزينيا للأطفال، في ألعاب مسلية، الأطفال بيجوا هون بيتعلموا كل إشي، في زي عالم افتراضي، بفوتوا جوا بعلموهم كيف يشتغلوا رجال إطفاء، بلبسوهم لبس رجال الإطفاء، وبتعلموا كيف يطفوا النار، وبتعلموا شو رقم الطوارئ وكل شيء، بلبسوهم لبس الأطباء، بعلموهم كيف الدكتور بيشوف المريض وبفحصه. مكان جميل للأطفال، مكان لحفلات الأطفال، مكان لأعياد الميلاد، وكل المدارس بتجيب طلابها هون رحلات. الاشي اللي مش كويس انه الدخولية للطفل الواحد 165 ريال. هون بتلاقي مستشفى الفريد، وجنبيه مستشفى العيادات الملكية، وفي نفس الحديقة موجود مستشفى سبيطار، اكبر مستشفى الطب الرياضي في الشرق الاوسط. هذه المنحوتة من البرونز الطبيعي اسمها منحوتة بيرسيفال، فنانة بريطانية اسمها سارة لوكاس. الله الحلال. طبعا انا ضليت لبعد المغرب عشان تشوفوا هذا البرج، برج اسباير، ارتفاعه 300 متر وثاني اعلى بناء في قطر. هذا البرج كلف 133 مليون يورو، وهو عبارة عن فندق في حوالي 36 او 37 طابق. الواجهة الخارجية تستعمل للإعلانات، أيام كأس العالم وكأس آسيا كانت تستعمل لنتائج المباريات، وأحيانا تستعمل للتضامن مع فلسطين. لفترة طويلة كان علم فلسطين بزين هذا البرج. هاي أصلا فينا. تعمل سكيل لهذا الرمز بيفتح لك المليون. شوف العشاء والإطلالة، برج اسباير ورق البحيرة. يا سلام لو في غروب للشمس تطلع شيء بجنة. لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. السلام عليكم.